الله كتبهم ما زالت تتحدث عنهم عند قبر الوالد سيد الساشي بن سعد رفاعي الوزير النائب شيخ الطريقه رفاعي الصوفيه، وهذا من كتب الوالد ابو يعقوب رفاعي مراحل السالكين الموصل لمعراج القلوب الى حضرات الغيوب. فاصول الوارث السيد محمد مهدي بهاء الدين الصيادي الرفاعي الحسيني الثاني المشهور بالرواس، ولد 1220 توفي 1287، يعني 67 سنة عاش. عبد الحكيم السبقاني طبعا دمشقي صديق الوالد هو اللي توفي في المملكة العربية السعودية في البقيع. المهم هني تقول قال، يعني أنا اقتطفت من الكتاب، قال الشيخ العارف بالله أحمد الزاهد الأنصاري رضي الله عنه: النفحات الحق في الطريقة الرفاعية سارية جارية لا تنقطع أبدا. وقال الشيخ أبو بكر الهوازني البطائحي رضي الله عنه: رجال الطريقة الرفاعية كلهم مرادون من جانب إرادة الحق تعالى. الطريقة الرفاعية طريقة العبرة العبرة والعبرة والسكون والحيرة، طريقة الفتح والمدد والفيض الدائم، طريقة العشق والذوق والنور المتواصل والعون الهاطل، طريقة الذل والانكسار. أي الوالد كان بديوانية وأنا منصرية، يقول السيد أحمد رفاعي مؤسس طريقة رفاعي الصوفية ساكن مع عبيدة في العراق، يقول أردت الدخول إلى الله، يقول لقيت كل أبواب زحمة إلا طريق الانكسار، يقول فدخلت منه إلى الله. وطريق الشطح والافتخار، طريقة الحكمة والمعرفة، طريقة العشق والذوق النور المتواصل والعون الهاطل، طريقة الذل والانكسار وطرح الشطح والافتخار، طريقة الحكمة والمعرفة، طريقة النجاح والفلاح والعز والصلاح، طريقة الخشوع والاضطراب، طريقة فتح الأبواب، طريقة يحبها الله ورسوله. نختم بهذه. وقال الشيخ الجليل أبو البدر العاقولي رضي الله عنه: سلكنا كل الطرق وكشفنا عجاجها الله، وارتقينا معراجها وفهمنا مكنونها وسبرنا مضمونها، فما رأينا أرفع منارا وصح قرارا وأشمخ فخارا وأصلح منهاجا وأكرم معراجا من الطريقة الرفاعية الصوفية، وأنها لطريقة الحكماء والأولياء والعرفاء والزهاد والأفراد وباب القبول وميزاب الفيوضات، وطريقة الأمن ومحجة السعادة، وكلمة الشريعة المحمدية على مشرعها سيد العالمين محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم أفضل الصلاة وأكمل السلام. وشكرا والسلام. انت طريقتك رفاعيه سيدي؟ رفاعيه شسريه. مدد سيدي سلام الراضي. يوسف قاف اول مقابله ما بيني انا واخوي هشام. سبحان الله. وامدح حط ايده علي. نصهم رفاعي ونصهم على سيدي هشام اخو نصهم شاذلي. سبحان الله. بنفس الطريقه على باب الديوانيه اول مره اخش معي. سبحان الله. اي سنه؟ 90؟ لا 2000؟ سيدنا دي كانت في 2007. شكرا. رحمهم الله. فتحوا.